لما سفرت كده جت من امريكا على طول. كنت محتاجه اني افصل علشان اجدد طاقتي. يمكن انا كنت مشفقه جدا على الفتره اللي فاتت دي على الوسط، مفيش حاجه فايتاني. واحلى الاعمال اللي عملتها اتعرضت بره رمضان. يبقى ممكن اخد اجازه شهرين من امريكا واقعد هنا اخلص شغلي وارجع. وعشتك السينما ده انا جده. اهم اعمالي اللي عملتها كانت تاليفه. اهلا بيكم كل متابعين تلفزيون يوم السابع في جوله حصريه من جولات اليوم السابع داخل لوكيشنات التصوير والدراما والسينما. دلوقتي النهارده احنا بصدد عوده الفنانه علا غانم الى عالم الدراما والتمثيل بعد غياب اكتر من 5 سنوات. هنتعرف منها على سر غيابها وكواليس العمل الجديد اللي تعمله مع المخرج الكبير محمد النولي. خليكم معانا وتابعونا وان شاء الله تبسطوا معانا. بجد الترحيب ليكم كل متابعين تلفزيون يوم السابع، ومعانا المخرج الكبير محمد النقلي. مرحب بيك على تلفزيون يوم السابع. اهلا وسهلا واهلا بيكم واهلا باليوم السابع كله. حضرتك منور تلفزيون يوم السابع بوجودكم معانا. والله انا بجد انا محظوظ ان انا عرفت النهارده اعرف اتكلم مع حضرتك. لا حبيبي، انت في اي وقت تتكلم واحنا تحت امرك في اي وقت. انا خليك. انا طبعا شغلكم عن بروفه عمل جديد. اولا عايزين نعرف العمل الجديد ده، وتقدر تقول لي ازاي قدرت تخطف الفنانه علا غانم بعد غياب اكتر من 5 سنوات؟ مش كده؟ انا طبعا 6 سنوات اتعاملت مع علا كتير جدا في من فتره يعني، فاحنا نعرف بعض ونعرف شغل بعض كتير قوي. فلما سفرت كده جت من امريكا على طول. في السفاره. فالعمل كان بيتطلب ان احنا يعني لازم نكلمها ولازم تيجي، فهي رحبت جدا لما قرت العمل ولقيته مناسب جدا. فاحنا سعداء جدا بوجودها معانا تاني في المجال اللي احنا بنشتغل فيه، لان هي مكسب لاي عمل فني. حضرتك شفت ان شخصيه توحه دي هي مرسومه على الفنانه علا غانم. هو البركه في الاستاذ احمد صبحي طبعا، المؤلف الكبير. المؤلف الكبير يعني عمل اعمال كبيره جدا، فلما كتب توحه لان ان هو بيكتب لعلا كانه علا معانا، عشان كده هي اول ما قرت قالت انا معاكم. قول لي حضرتك هتبتدي التصوير امتى بقى الكاست كده؟ ان شاء الله اول الشهر، واحنا دلوقتي بنجمع الكاست لسه يعني لشهر رمضان ان شاء الله. لشهر رمضان. انا شايف حضرتك يعني بتشتغل خارج الموسم او الماراثون الرمضاني كتير. ف انا ما اجي اشتغل عمل ولا بيهمني جوه رمضان ولا بره رمضان، لان احنا ياما اشتغلنا في رمضان واعمال نزلت، واحلى الاعمال اللي عملتها اتعرضت بره رمضان. خلال البروفات كده شايف الفنانه علا لسه برضو فيها المواهب شغاله وكده وبعيده عن الملعب بقى لها دلوقتي 6 سنين؟ لا، الممثل النجم في دمه خلاص. ما تقول له اقعد ان شاء الله 10 سنين يجي ينزل الملعب على طول من غير تدريب. زي ما عودناكم الحصريات كلها على تلفزيون يوم السابع. النهارده معانا الفنانه الكبيره علا غانم بعد غياب اكتر من 6 سنوات. مرحب بيكي والحمد لله على السلامه، وحشتينا. ميرسي، وانتوا كمان وحشتوني جدا. ايه الغياب ده كله؟ كان لازم اخد اجازه. طولت قوي. شويه بس اعتقد انها كانت صحيه جدا. الفن في دمك، وعارفين ان انت معجونه فن من زمان قوي يعني. كنت محتاجه اني افصل علشان اجدد طاقتي يمكن، او احط بنزين. كان البنزين خلص. كنتش محتاجه؟ لا، نفسيا كنت محتاجه. كنت محتاجه اشحن كده شويه، ويوحشني الشغل واوحش الناس عشان نقدر نشتغل من اول الصفحه الجديده. احنا عارفين ان حضرتك كنت في امريكا وكان في بيزنس وكذا شكل من البيزنس. لا، هو مازال البيزنس موجود. واصل لمرحلة دلوقتي أقدر أسيبه لمدة شهرين يسرفايف لوحده كده. طبعا في ناس قائمة على الشغل هناك، بس ستيل أول ما هخلص شغلي لازم أروح لشغلي اللي هناك. معنى كده أن برضو هتقعدي شوية وترجعي تاني؟ هرجع كل ما يكون في حاجة حلوة أرجع بيها. طب قولي لي كواليس، إزاي اتصلوا بيك؟ إزاي عرفوا يجرجروك تاني للفن؟ والله بص، هي كلها كان نصيب، لانه انا كنت نازله من امريكا كان في ناس تانية خالص هي اللي بتكلمني في شغل، ونزولي القاهره ما كانش نزول لشغل. انا كنت نازله علشان
حاجات في العيلة كنت لازم أعملها. بالصدفة لقيت الأستاذ النقلي بيكلمني بيحكي لي عن المسلسل، فقلت له أنا يعني أنا جاية أجازة، أنا بسلم عليك وماشية. فقال لي بس اقري يمكن ده يخليكي تقعدي. فعلا لما قريت عجبني قوي، بدأت أسأل شوية أسئلة، لقيت الإجابات كلها إيجابية جدا. فقلت طيب يبقى ممكن أخد أجازة شهرين من أمريكا وأقعد هنا أخلص شغلي وأرجع. كنت بتتابع الدراما والسينما؟ لا لا، أنا كنت بس بفتح إنستجرام فيسبوك أبص كده من بعيد لمدة 10 دقايق كل كام يوم. ساعات كنت أقعد بالأسبوعين ثلاثة ما تابعش أي حاجة، وبعدين أقول لا دول عيلتي الأولى، يعني مش قادرة ما أبصش، عارف. وبعدين رجعت. كنت بتابع الترندات واللي بيحصل، الحاجات الترندات اللي بتحصل في مصر؟ ما أنا بقول لك كنت بقول يا عيني يا حرام بيصعبوا عليا، وبعدين ألاقي حد بيناديني يلا مام الله وي نيد يو انسايد، أقوم خلاص بروح شغلي. ما كنتش حاسة إن في حاجة ناقصة، مفيش حاجة فايتاني. وحشتك السينما؟ طبعا وحشني التمثيل عموما، وحشتني الكاميرا، وحشني ده، وحشني كل حاجه. انت وحشتينا جدا، ميرسي. طب في جالك فيلم وفيلمين مسلسل تاني؟ لا مش هقدر، عندي شغل هناك فعلا. لا ده قعدت اعمله علشان في حاجه جديده حولها هتظهر بشكل مختلف. وانه قال كلمه السر طبعا. احمد صبحي من اهم اعمالي اللي عملتها كانت تاليفه، فاعتقد الفرصه جايه متكامله. يعني استاذ محمد النقلي بالكرو بتاعه انكلودنج هبه مساعده الاخراج من شاطر مساعدين جدا، فحبيت البوكيه ده اني ارجع اتقدم. استاذ عرابي كلهم، عرابي وعلي يا فكل الناس دي انا بحس ان انا وسط عيلتي، وحاسه طبعا انا خايفه على فكره، يعني انا حاسه كاني حمست لاول مره، وقلقي يمكن مخليني يلا نعمل بروفا، يلا نقرا، يلا نعمل نسوي. ما اعرفش هيكون ايه حالتي اول يوم تصوير، بس الحمد لله مش داخلين بالديكور بتاعي، لكن انا واثقه ان كلهم هيساعدوني ونجتاز اول يوم يومين دي البدايه. انا شايفه علا عندها 25 سنه. يا حبيبي تسلم لي، ميرسي، ربنا يخليك. ده انا جده. ما شاء الله بتصغري. ميرسي يا حبيبي تسلم لي. هل بقى بتتابعي الرياضه ونظام غذائي؟ طبعا. بيتي جنب الشغل. بس كلمه جده دي صعبه قوي، حاسس ان انت لا مش جميلة. دي جميله، ده احلى احساس في الدنيا، غريب، احساس غريب الحمد لله. بس لا بيتي جنب الشغل، طول الوقت حريصه ان انا بروح وبرجع ماشي، وساعات بيبقى جوجن جري على خفيف كده. الاكل هناك ما عندناش الكرومب وما عندناش الحاجات دي، فبالتالي كله صحي غصب عنك. ف ما عشكيش المحشي والكرومب؟ وحشني، انا من ساعه ما جيت كلت 150 طعميايه يمكن. انا طبعا مع راي استاذ محمد، بنحضر لمفاجاه، مفاجاه حلوه. شخصيه شعبيه، انت فاكره الشعب اهو بنكسر اهو. طبعا فاكره الشعب بطريقتي. لكن اوعد الجمهور باننا بنقدم حاجه تليق بيه وتليق بينا كلنا، ونكون بنقدم حاجه واقعيه جدا وتبسط المشاهد، ونكون ضيف خفيف عليهم كده في رمضان. وان شاء الله الجول بتاعنا ايه يا ريس؟ احسن اخراج، احسن تمثيل، احسن تصوير، احسن تاليف، احسن كل حاجه ان شاء الله. طب ايه رايك في مبادره الشركه المتحده اللي هي اخلاقنا الجميله، عوده لاخلاقنا الجميله؟ مبادره رائعه، انا معاها قلبا وقالبا، لانه بصراحه بعيدا عن الاسفاف نرجع نحب بعض، نرجع نحترم بعض، نرجع نقول صباح الخير، نرجع نقول يوم سعيد، نرجع نقول نهارك سعيد، يومك كان عامل ازاي؟ اتمنى يا رب يا رب يعني نحترم بعض. اتمنى يعني لما نيجي ننزل من بيوتنا وبنروح شغلنا ايا كان شغلنا فين، احنا رايحين عشان نخفف على بعض، مش رايحين نزود على بعض ونفسنا على بعض. فنخفف على بعض دي يعني لازم التجربه من اولها لاخرها بوزيتيف زائد
في كله بقى، في خير، في مراعاة بشر، مراعاة مشاعر، لم لسانك، كله بقى خلاص، خليك إنسان. ما زلنا معاكم متابعين تلفزيون يوم السابع، ومعانا المؤلف الكبير احمد صبحي، ورحب بيك على تلفزيون يوم السابع. اهلا بيك. انا زي ما انا قلت للاستاذ محمد نوالي، حضرتك ممثل بارع بالاضافه الى كاتب بارع. على الله، يا ريت. لا جربت مره في السيده زينب، عملت مشهد كان لطيف قوي، وكان حلو. عجبت بقى؟ طب انت ما كملتش ليه؟ لا، وعملته كمان قدام ممثل كبير يعني، فكان لطيف، وحسيت ان انا شويه مش قلقان، مش خايف، لان الكاميرا برضو صعبه. طب ما كملتش ليه؟ هحاول بقى في ده برضو، اخد مشهد كده في النص ولا حاجه، اسرقه منه. وانت بتكتب توحه كنت شايف علا غانم؟ طبعا. علا اشتغلت معاها كتير قوي، وفي ادوار كده وانا بكتبها بحس ان هي لازم تعملها. رغم انها كانت بعيده عن مصر. رغم انها كانت بعيده عن مصر، اصل هي ليها تفاصيل مش زي اي حد. تعيل. حتى كمان انا عملت معاه مسلسل كان اسمه ورق التوت، كان هايل، وكانت بتعرف ازاي تنقل من احساس لاحساس ومن مشهد لمشهد، والناس عاشت معاه، والناس حبت المسلسل ده جدا، وانا لحد دلوقتي بقول المسلسل ده من احلى الحاجات اللي انا عملتها. انت بتحب الشغل بتاعك يتعرض داخل مارس رمضان ولا خارج؟ والله بص، ما فيش حد ما بيحبش رمضان، خلينا واضحين يعني، انا لو هيتعرض في رمضان تبقى شيء هايل وجميل، بس طول ما في شغل سواء بره رمضان او بره رمضان، ده شيء بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا، انك انت ما تبقاش قاعد فاضي، ويبقى عندك دايما حاجه بتعملها، وعندك فكره بتطلعها، وعندك مجهود بتعمله وحركه، ده جميل. توفيق يا استاذ احمد، وان شاء الله المره الجايه نلتقي بك كممثل كبير. ماشي. حبيبي يا استاذ، نورتنا. الله يخليك، الله يكرمك، الله يخليك، شكرا ليك.